درست الإعلام في هذا الصرح العظيم لحتى أسلط الضوء على قضية بيتي وحارتي ومدينتي ووطني. صباح الخير لجامعتي جامعة الشهداء، صباح الخير لأسرانا البواسل، صباح الخير لأساتذتي وزملائي ولأهلي اللي حكول إن شاء الله بتخلص هالحفلة بسرعة عشان نلحق نروع البيت بلاش نلاقي المستوطنين بيعملوا مقلوبة بنص بيتنا. حملالكم معي تحية من حي الشيخ جراح الصامد وكمان من القلعة الصامدة سلوان. أكيد أنتوا بتعرفوا عن الحي مش بس لأنه نحكى عنه في الإعلام وعلى الأخبار، لأنه كمان بذكرنا بالنكبة اللي ما انتهت من 48 لهلأ، لأنه كلنا عايشين اللي عم بيصير بالحي في الشيخ جراح وسلوان ولفتة وفي كل القدس وبيتا والأغوار وكل أماكن تواجدنا في الضفة الغربية والداخل المحتز الداخل المحتل وغزة والشتات من تهجير قصري وهدم للمنازل وتطهير عرقي وإبعاد واعتقال وقمع واعتقال ونفي والقائمة تطول. صار لازم اليوم نتطلع على اللي عم بيصير من مكان أبعد، لأنه عرفنا وتأكدنا من أهمية الكلمة وقديش صوتنا العالي ممكن يحرك العالم، وحسينا لأول مرة من سنوات طويلة بوحدتنا الوطنية الحقيقية، الوحدة اللي تجسدت بمواجهة سياسات اقتلاعنا من النهر للبحر. فنصيحة من أختكم الصغيرة، تسكتوش عن الظلم، عن الاضطهاد، عن قمع الحريات وعن الاعتقالات السياسية، ودائماً وثقوا الاعتداءات وانشروها. اليوم بدنا نستلم شهاداتنا اللي هي مش بس ورقة، هي سلاح اللي بندافع فيه عن بيوتنا وعن أرضنا وعن أشجارنا وعن حالنا، وكل حدا فينا بيقاوم بمجال تخصصه. درست الإعلام في هذا الصرح العظيم لحتى أسلط الضوء على قضية بيتي وحارتي ومدينتي ووطني. شكراً لبيرزيت اللي كانت دائماً المنارة والمكان اللي بنعبر فيه عن حالنا وعن آرائنا بحرية. شكراً أساتذتي على كل كلمة علمتوني إياها داخل المحاضرات وخارجها. شكراً لزملائي على السنين الحلوة اللي قضيناها سوا. اليوم إحنا أمام حقبة جديدة من الزمن اللي فيها الفلسطيني بيقدر يوصل صوته بغض النظر عن العقبات وتكميم الأفواه، وواجب علينا كل صوت بيحكي الحق بهاي البلد إن ندعمه. في الختام، أنا للنكبة ألا تستمر، أنا للنكبة ألا تستمر، والاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن. وإن شاء الله الإغلاق غير القانوني المفروض على حي الشيخ جراح بيلتغي وبتلتغي قرارات التهجير القسري بحقنا، وبنعزمكم على مقلوبة بنص بيتنا. يعطيكم العافية.